فأقول لكل سجين خذ هذا الدعاء وكلنا مساكين. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو عليك جبال الدنيا كلها من الدين لفرج الله عنك، قال تعال يا شيخ اسجد الآن وأسمعني حبيبي الغالي، اسجد لله عز وجل وقول اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذه ما يحتاج تشرحها، شفناها يا شيخ. واحد سجين الحين طلع ملك، واحد ملك ورئيس طلع سجين، المالك الملك هو الله. قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك وحده بس واحد وحده لا إله إلا هو على كل شيء قدير رحمن السماوات والأرض ورحيمهما تؤتيهما من تشاء وتنزعهما من تشاء اغنني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. قل هذا الدعاء والله لو عليك الدنيا كلها، لكن قلها من قلب والله لا يفرجن الله عنك. مشكلتنا ان نحسب ان فلان هو اللي بيفرج عني، فلان هذا مسكين ما هو الا اداه. كلهم ذنوني يا من امرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيره اليقطين يا ربي انا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني.